الوصية التي أوصي بها الطلاب جميعا في كل مكان وفي كل وقت أن يحرصوا على وقتهم وأن يعملوا بعلمهم وأن يتحابوا لله عز وجل وأن يعملوا بكل ما علموه من العلم. هذه وصيتي إليهم، أن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يخلصوا في علمهم وفي عملهم، وأن يتحابوا في الله عز وجل مع إخوانهم. هذه هي الوصية التي أوصيهم بها، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.